يقولون الخلل صار من ناس عليك اعزاز، فلا تكثر عتابك واعذر اللي جاك بعذاره، ترى ما كل شيء جاء يزلك للجماعة جاز، فلا تتفرد برايك وغيرك تنكر أخباره، ترى الآراء تجي جيد وذا مقبول وذا ممتاز، ومن شارك بشور الراخي لا تاخذ شواره، وربعك درع جنبك واحترامك للجميع انجاز، وانا بنصحك من يسعى لقربك زد بمقداره، ومن شفته يخالف عن طريق الحق ولا انحاز، تناسه واشطب اسمه وانتبه لا تطرد بثاره، ترى بعض الرجال اذا نخته قال ما يعتاز، وقام بخدمتك وانجي تصبه شب لك ناره، وقام بخدمتك وانجي تصبه شب لك ناره. بيض الله وجهك يا ابو علي. انا كنت ابغى بعد الفاصل.